صندوق المفاجآت اللي بغى يصور معايا يتلاقاني مباشرة، يخلي كومونتير. دابا غنتواصل معكم كاملين وغادي نتلاقاو في أي بلاصة قدمت لكم هاد الماشي. نتلاقى زينة طموح، شكون ما كيعرفش زينة طموح؟ شوفوها في هاد البرنامج راشيد شو، وشاركت بزاف زينة. دابا غادي نمشيو نتلاقاو. زينة مرحبا بك. زينة نهار كبير هذا، شكرا. خليكم معايا باش تشوفوا هاد اللعبة هادي. عندي هاد الصندوق، شبر الصندوق هيدا، هبط هبط يدك. عندنا فيه واحد المفاجأة، نخليها هذا صافي. شوف عندي بزاف ديال الألوان هنايا، عندي الأحمر، عندي احمر، عندي كحل، عندي البياض، عندي الزرق، عندي بزاف الالوان صافي. شوف ركز لي في عيني مزيان، 1 2 3. شوف كاين اي لون هنايا، اختر اي لون عجبك. انا متوقع عندي واحد التوقيع في الصندوق، تي نختار اي لون عجبك. قول لي انا عجبني اللون هذا، ما عجبني حتى لون، تقدر دير لي الغوز. ما كاينش الغوز هنا، الالوان اللي كاينه هنايا صافي. قول لي شنو شنو الاحمر؟ احمر. تينا اختاريتي الحمار، قلت لك اختار الحمار، قلت لك انا عندي واحد التوقع في الصندوق، تينا بغيتي الحمار، هذه لعبه جديده 2022، تينا اختاريتي الحمار، ها هي اختارت اللون الحمار اخوتي. غادي نفتح هذا الصندوق، شبر الصندوق من تحت، غادي نفتحو، طلع شنو في الصندوق، طلع شنو تما؟ ورقه جبده، فتحه، قرا شنو تما؟ انا متاكد غادي تختاري اللون الاحمر. قرا بجد، ها هي اخوتي، انا بصح كنت غادي تختار اللون الاحمر. هي اللي اختاريت، كنت تختاري انا اختار اللون الاحمر. تبارك الله عليك.